السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرتك بتاخد مسكن او حضرتك بتاخدي مسكن، امتى توقف المسكن وتتصل بالدكتور فورا؟ هقول لك في 60 ثانية عن اهم العلامات والاعراض، لو ظهرت عليك لازم توقف المسكن فورا وتتصل بالدكتور. اول حاجة، لو لقيت دم في القيء او البراز اتحول للون الاسود او الغامق، لان ده علامة لنزيف المعدة والامعاء. تاني حاجة، لو حسيت بحرقة جديدة في المعدة او قيء او اسهال، لانها ممكن تكون علامة القرحة او التهاب المعدة او الامعاء نتيجة جرعة عالية من المسكن على معدة فاضية، او لو عندك حساسية من الدواء. لو لقيت جلدك وعينك اصفرت، لان ده ممكن يكون علامة لالتهاب في الكبد. لو ظهر طفح جلدي وتورم او انتفاخ شديد بالجلد، لان ده علامة حساسية جديدة من الدواء. لو حسيت بضيق في التنفس وتورم الساقين والقدم، لان ده علامة لمشاكل في القلب. لو حسيت بألم شديد في الصدر وضيق في التنفس وشعور بالدوخة والدوار، لأن دي علامة لنوبة قلبية. لو لقيت البول قل أو انعدم أو في ألم أثناء التبول، لأن دي علامة لمشاكل في الكلى. لو حسيت بضعف أو تميل في أحد الجوانب من جسمك مع صعوبة في الكلام أو فقدان في التوازن وعدم وضوح في الرؤية، دي علامة لحدوث جلطة في المخ. دي أهم 8 علامات، لو لقيتهم أو ظهروا عليك وانت بتاخد مسكن لازم توقف المسكن فورا وتتصل بالدكتور مباشرة.